أهلا بكم في حلقة اليوم، وضيفي هو الدكتور حمزة السالم. أهلا فيك دكتور. حياك الله يا أهلا وسهلا. خليني أبدأ معك من موضوع وزارة الإسكان. هل ظللت المواطن السعودي فيما يتعلق بوزارة الإسكان ووزيرها؟ كيف لي تنتهى؟ كأنك يعني وضعت نتيجة، يعني كأنك يعني في اللقاء السابق اللي كنا فيه مع بعض كان عندك رأي مؤيد كبير للوزارة والوزير، وكنت تعتقد أنه حل يعني أزمة الإسكان في يد وزير الإسكان والوزارة. أنا ما قلت الكلام هذا الأول، وبعدين ولا قلت عكسه الآن. أنت في اللقاء السابق كنت مؤمن وموقن. طيب للحقيل طيب، وش خلاك تفكر أني أنا ضللت أو أنا تغيرت رأيي؟ وش خلاك رأيك ما زال هو ولا تغير؟ لا، فهم الرأي خطأ. أنا أتكلم عن شيء، جزئية التمويل. أيوة، أشياء ثانية ما أدري عنها يا أخي. أتكلم عن التمويل. التمويل هو قائد يقود، والقيادة هنا الإنسان يختار الرجال ويرجح بين الأفكار، يدعم فكرة ويخليه في ذاك الوقت. كان يعني كان في رؤية واضحة لفكرة التمويل في وزارة الإسكان. يعني يا أخي ما يعني ما تعاملت، يمكن يعني يكفي كأنه هو الوحيد الذي 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 يعني سمح لي أن أعمل، غير حتى ما يبغى تجي عنده. لا، الرجل يا أخي، وبعدين كنت دائما أغير لأنه بدأت تتجدد. بس آلية التمويل ما زالت نفسها أو تغيرت اللي كنت أنت متفائل؟ لا، المشروع هذاك اللي كنت متحمس له مرة، لا والله مات. من قتل هذا الفكرة؟ ما أدري. طيب سبب خروجك من وزارة الإسكان؟ ومين قالك أنها خرجت؟ مصادر مطلعة. انتهى عملي والله. انتهى يعني الآن وزارة الإسكان؟ استقلت ولا استقلت ولا لا أقلت؟ لا أنا طلبت الإقالة. أنا طلبت لا، ولا أحد أعطاني بسرعة ولا شيء. لا، لأني أنا طول عمر يعني الآن وزارة الإسكان تستطيع أن تبني ما تشاء ولا تأخذ من الحكومة ريال واحد. يعني خلال خمس سويت في الأخير، سبحان الله الأشياء تتطور. يعني ما بدأت كذا، كل ما خاصة في الست شهور الأخيرة. يعني من خلال عملك في الوزارة عرفت أنه الآن الوزارة تستطيع أن تبني، يعني في من ناحية الأموال أنا تعهد لها، شو عارفي أنها يعني حتى مجرد سويناها يعني حوالي تنتهي يعني بعد 10 سنوات تكون مستقلة وعندها أكثر من 100 مليار، وعندها عوائد تجيها كل سنة 9 مليارات إلى 15 سنة. هي الآن جاهزة تماما من ناحية فلوس، ولا تأخذ ريال واحد من الحكومة ولا ريال. والبنوك أعطيناهم فائدة ضخمة إلى 5 و10%، من 7 إلى 10%. وحتى كنا بسوي كريدت. أسألك التمويل تتكلم عنها دكتور، ما تعتقد أن فيها مغامرة؟ أبدا، هي مرتبطة بقروض ودائن ومدين. إيه طبعا، إسكان لأنه إسكان هو أقل شيء مخاطرات. أنت ما تباني أشياء يعني عبث ولا كذا. لكن أنا المهم إن في حال تخلف يعني جزء من افراد هذه الدائره. الموديل يضمن نفسه بنفسه كاش الفلو حقه. يعني شوف الحكومه يضمن نفسه بنفسه ويعطي البنوك يعني من 7 إلى 10، يعني الى 10% واكثر لو بغوا، بس اذا كانوا مصرفين وتكفيه البلد. لان هم ما طبعا الاسكان ما تبني في سنه واحده، تحتاج سنوات، واقتراضها لا يزيد عن 5 سنوات فقط. يعني ما عصى في 25 سنة 15 سنة، لا، 5 سنوات. بعد 5 سنوات تقريبا تستقل ويصير عندها يعني هي أموالها الخاصة وناس المبلغ، إضافة إلى إيش؟ إلى لو وقفت، إضافة إلى 15 سنة يجي كل سنة 9 مليار، يعني صندوق عقاري مرتين دبل. هي جاهزة تماما من الآن. أيوة، يعني شوف نقص تمويلات على الإسكان ما في فعلا، تمت. بس هذا غير المشروع الاول اللي جيت انا كنت يعني هذا مختلف عن اللي هذاك فعلا. مشروع للدوله كلها حتى الدول، مو هذا كان مشروع عظيم. طب السبب ان الوزاره ما تبني الان، هل فيه هذا حد اسالهم؟ انا شوف يا شيخ، لا اسال ولا بالعكس، الا حتى 6 شهور لم حتى ادخل ولا بكلم حتى الوزير. هذا مده عملك كان في وزاره الاسكان او كان اكثر؟ هي اكثر من 6 شهور. شو لا يعني دخلت كثير، بس خفت اني اكون سببت مضايقه فانسحبت. هل يعني افكارك سببت يعني مضايقات في الوزاره؟ شوف انا اي محل اروح فيه لابد اسبب مضايقات.
اي محل في اي مكان، حتى لو جيت اشتغلت معكم الاعلام انت بتعادي. اي صحيح طبيعي، لان وهذا شيء طبيعي للناس. هل انت استدامي يا دكتور او ان الافكار ممكن تؤثر يعني على على يعني شيخ فيه مناصب؟ انا يعني خاصه في الاربع سنوات الاخيره وكذا، يستحيل ان تاتي باي في شيء وما تطور. يعني حتى لو انت مثلا ممتاز، اتيت ببرنامج ممتاز، لما تعرضه المفروض الذي يستمعون لك يجيبون احسن منه اقل شيء. ما زال رايك في الوزير الحقيل كما هو في من اي ناحيه؟ المقابله السابقه كنت تعتقد انه يعني هو الحل الاساسي للموضوع. لا أنا كان في التمويل في كان داعمه يا اخي. يا اخي الرجل اهتم فيه، ولولا قومته ما كان اهتم اصلا. انه اذا شوف يوم 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 ما ادري هدأ عنه كل شيء مات. وسمح ان الواحد يعمل، كان منفتح لكل افكار يعني. اي لا، وكنت قدمت في خلال شهر ثلاث عروض اربع عروض، كل ما اقدم عرض وموديل يجيني احسن منه، وقاعد اردد واحسن. هذه طبيعه يا شيخ. العدل ما ياتيك بالممتاز مره، تدرج يتطور مع اي. وانا سبحان الله قاعد اتطور. فكان ذاك المشروع الى الان والله قائم، والله انه قائم. طب دكتور، كثير يتساءلون عن يعني خروجك من تويتر، ايضا قرار خروجك من تويتر وتزامن مع اعلان الرؤيه في وقتها، يعني هل في سبب او هو يعني سبب شخصي؟ والله تويتر ما فيه خير، ما شفت نفسي لا احد فاهمني ولا مفاهمه ولا مفاهم احد. كان في ردود فعل يعني اثرت؟ والله يا اخي ما شفت منه خير تويتر. يعني انا اصلا منعزل عن الناس كلهم، ترى اصلا من اول منعزل، وش خليني ادخل معهم بتويتر؟ سبب العزلة يا دكتور ليه يعني؟ هل أنت غاضب على الوضع العام أو أنت مستاء؟ ما أدري والله، على أي حال. طيب خلنا ننتقل إلى محور المدن الاقتصادية. إيه. كتبت عنها وكتبت أنه حتمية الفشل فيها. كيف وصلت هالقناعة؟ وصلت القناعة أنا فوجئت زي ما كتبت أنا في المقال. وحضرتك كنت يعني من الجهة اللي رفعت تقرير الرأي؟ لا أنا سدعيت، قال بتكون خطاب هي ده، وكأنه متعسر عليهم الموضوع من زكاني، فعشان خاطر قلت يلا بروح. قلت أنا لما أشوف الدراسة أو كذا، فأرسلوا لي إياها. طبعا أنا وقتها تبي بوسطن أمشي أبحث عن المينا، أثر المينا مو في المينا اللي هو كان الأساس في مدينة الملك. بدون مينا ورش صناعية تصير، ورش صناعي احداده وما احداده. يا ولد المينا، رحت اجلس في القهوه ادو، والله ما في المينا ذكر. وفي الملخص ما في، وفي الرساله ما في، في ذكر للمينا كانه موجود ومبني. هو اصلا ما جاء لا سيره ولا حد دالي عن شيء. هذا المينا اهتمت عاد المسؤول الكبير يا اخي، رجل فاضل جدا جدا. اول مسؤول اشوفه في حياتي، او حتى سعودي بعد مو مسؤول، لما يرى الخطا يعترف به ويأخذها. صحيح أحيانا وجهه ينكمش، لكن 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 تقبل الموضوع. يا أخي لم أرى سعودي شوف مو بعد مسؤول مثله. إيه يعني كانت دراسة كلها ملغي موضوع المينا. ما لها ذكر يا شيخ. هم جابوا مكنزي يقرر إصاف المدن، طبعا وصف وصفي، الوصف واضح بأنه إعمار مخربة. كيف من أعطي تبني لها مثلا، تحط هنا مثلا بنية تحتية، هنا تشتريها معدات ما لها قيمة بعد خمس سنوات، بشكل انها ما تضيع الفلوس فيش تفرقها، ما تنجز محل واحد. هذا غير طبعا اللهط فواضح تماما التخريب. بعدين تعال وقفوا المين وصل عليه، راح يبحث واحدة ما لقوا معاه من هو المالك. صدق ما في ملكية للمينا، يعني حتى عقد ملكية عقد اتفاق ما كان موجود. فطبعا انا قلت هذه عاد بديت اربط بالاشياء. أنا ما انتبهت والله، ما جاني خاطر. انتبهت ساعتها أنها متعمدة. هل معقول إعمار تتعمد أنه؟ إيه لمصالحها في دبي مو هنا. لأنه حتى مشاريع شخصية خاصة مو بعيدة، هم اللي تتدخل. شوف الإعلام المثار على المدن الاقتصادية، المدن الاقتصادية لو قامت يعني كان المفروض تقوم في عهد الملك عبد الله، يعني الفكرة كانت ما هي بسهلة. كان تحدي ضخم كبير يعني. وكان بإمكاننا نفعله. وكان ممكن يعني يصير يجهز لنا الافكار، نعلم عيالنا ونعلم كذا. كان فعلا كان ممتاز 100% وقادرين عليه يعني امر. لكن احالتها الى اعمار يعني اضرت. لا 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 اسمع مني، اعمار ما حد كان يشوف مني. شوف الرجل لحاله ينخم يا شيخ.
يعني انا اعذر الرجال لان هي كلها يعني واحد بيكون انت كل اللي حولك عندك 1000 شغله تنخم قليل مستعي يميز يعني مهما كان كثر الهرجي يلخبط ما انتبه هو 100%. لكن من يوم ما تقول له يعني ما اخذوا اجتمع مع عمار وخذوا ولكن كنت بوصل ادفع على شيء في الـ في الـ في ارسل لي اياه ظهر بمسج ولا قلت هذه المرحله كلها عليك رديت مره ثانيه يعني واضحه بس ما لا شافه ولا اللي معه ما شافوا تعهدات الاعمار مو لكم فالشاهد انه هم حتى حايل خربوها وحتى بس حايل على اشياء شخصيه سوالف عرفتها من بعدين ربيت اربط يعني الان المتسبب في فشل المدير الاقتصاديه والشعب السعودي كيف هذا يا دكتور؟ الشعب السعودي هو اللي ساعدهم لان يا شيخ تحريك الاعلام ضد الهيئه وضد الدبه وضد مدري كيف انهك الرجل وانهك الناس اللي حوله لانه من اهميه من الرجل ها؟ من الرجل المقصود؟ الدباغ يعني صح كان صحيح انه انا ما اوافق في اعمار ما اوافق باختيار مثلا اختيار الرجال اللي عنده بس هذا موجود بس يحتاج الواحد لا يعطي الباور لاحد بس ما زلت عند رايك المدينه الاقتصاديه الى الان ما يعني الا انه اللي انخموا اللي كانوا مخمومين مو بعارفين هم الان راحوا ابعدوا الاماراتيه والهذا منها وما ابعدوا المدير التنفيذي بس فيها انتاجات يا دكتور الان مصانع السيارات ومصانع في كل كلام يا شيخ ميناء ضخم تصدق انت وقعنا اتفاقيات وتشوف الصور تك 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 في جوانب في التجاره سواء في الطب سواء في اسكان سواء في كلام فاضي يا شيخ ولا شيء كل هذه راحت هذا كله خرط في الاخير انت كتبت العرض من الان قاعده لا ينغر احد بهالتوقيع اتفاقيات هذه انت في الاخير كتبت عرض انه يعني في خطا إيه فانا عاد ايوه فاهم قلت هذا كذا دخل في السياسه بس يعني اخذت عشان سياسه دبي وما دبي لانه الميناء لانه السفن تاتي كذا تدور دوران كامل وتخش على دبي يعني الان توقف فيه اصلا هناك قبل ما تنطلق المحيط هذا اذا فتح ابو عبد الله بهالكبر 20000 20 مليون حاوي ايوه يوميا انا خربطت والله يعني حسيت من اجوبة تنضرب وحتى الدباغ بيخرب على دبي راح بحط له هنا مدينة زي دبي وهنا بحط له مطار في حايل راح دبي فراح الخليج كله اختيار اعمار كان خطا هو بلا شك انا ما شفته الا بعدين ما شفته الا ما اختيار جيد لانه هي فعلا بس انا بعيد عن الموضوع بس واحد لما يدخل لا تسلم عقلك لاحد لا تسلم مهما كنت تابع يا اخي المنطق لا تقول خلاص راجع وخذ تواريخ طب خلال متابعتك ما تعتقد المدينه الان بدات انا يعني ما تابعت ولا ادري عنها انا لم اتابعها ولا ادري عنها انا استدعيت اكتب خطاب شفتها علمتهم ورجعت مره يعني كل المسؤولين هذول ما لاحظوا انه في خطا في بس في العرض مو في عمان الدوله كلها كذا شبلك انت طب انا اعطيك مثال مقدمين دراسه مقطعين فيها من كل مدينه يعني انت عارف مدن تمثيل عبد الله ارفاين مدن في سنغافوره مدن مسوينها زي كذا واحده تكون طبيه واحده تكون كهربائيه بيخلونها طبيه كهربائيه بدو ايش بيخلونها كل شيء نوويه طاقه بديله نقاها كل شيء حطوه فيها تقطع الدراسات كلها حتى ماكنزي حتى غيرها بوسطن هذه بنرجع لماكنزي بعدين جلوب كلهم زي كذا مقطعينهم حاطين جدول في الاخير قالوا يلا وهالدراسه هذه خارجه من شركة معتبرة سعودية طبعا يعني ماسكة مشاريع ضخمة وبإشراف أمير المنطقة وأمين البلدية مهندسين ورايح تعامل الوزراء وهيئة الخبراء ومسألة الاقتصادي مباركها يوم جد والله هذا أول درس طلعت فيه مو الواحد يحتاج فترة أنا قبلها ما كنت أنا ما يعني فتحت إلا بعد يعني أول شيء جتني ضربة الفقه هذه أول من أول ضربات يا رجال الحين ما في إلا أنت بتشوف الشيء أنا متأكد أنك مجنون والله اني حقا اني مجنون انا كنت اقول في هارفرد في ستاربكس انا في هارفرد يعني الدراسه ما تستاهل ولا ربع دقيقه حتى ترميها كنت واحد معك واكل الناس هذه مباركين مرة على اكثر من لا مباركه بعد والله ثلاث اسابيع مرة عودت وسالت واحد والله قلت يا اخوي انا اشوفه هذا صحيح ولا غلط هذا كذا قال لا صحيح وقت مطالب تحقيق معهم كيف تستهينوا بالمقام الملكي كيف تستهينوا اوه عسى ويا الله وين اوه اعطوا تحقيق وهم يبون يمشونها ما في اصرار على انه يكمل الموضوع عجبت انا اتكلم هنا او اتكلم زي موضوع دبي ترى كله مكتوب في الايميلات اي
يعجبك مثل حق 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 دبي حق مثل عبد الله، كل شيء مكتوب الايميل. رجل واثق من نفسه، ما عندنا احنا ما حد يرضى ترسل له ايميل ما رد عليك ولا يبغى ترسل ايميل يزعل عليك، كل شيء يبغى كلام شفهي. هذه يعطي الثقه للرجل. رجل واثق، نعم حق 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 اللي كان انا اسميه رجل فاضل والله. ابد والله كلام حتى خطي كله على الايميلات، كل شيء موجود. تبي تقول اسمه دكتور ولا ما والله رجل فاضل ما ادري هو يحبه ولا ما. والله طيب. لم ارى في حياه شوف سعودي مثله في تقبل يفهم، طبعا يتقبل في واحد يفهم وما يتقبل، وبعدين ثقه كل شيء على الايميل كله على مجموعه ايميلات يعني ما اتكلم عن دبي. وهذا ليش ما حد فتح فمه؟ كل شيء على الايميل موجود. يوم هزأهم وقال لهم كيف انتم ما تروحون مين وكذا، الرجال مشغول عنده في شغله وراح مع الناس يعني اغفال موضوع المينا كان متعمد من شركه اعمار. اي طبعا الى الان حتى الحين يعني قصه طويله بس ما بتضيع باختصار يا دكتور يعني اذا كان فيه اذا كان ممكن تختصر موضوع اللي خلاني اطلع من انا افهمت بان الموضوع اسكت عنه يا انسان ما لك دخل من يعني من القيد العليا، القيد العليا خلاص هذا اللي فهمته. اي فكت خلاص شو من اكتب كذبت ابشر بس نبهت على المية ونبهت على حتى عندي خطاب كان رافعين شيء يضحك حاطين مية كأنه موجود عندي كأنه شغال هو اصلا يعني محاولة تضليل عيني عينك واضحة ما هم دارين يا اخي السعوديين ما منطقيني خاصة جايين هناك حقين اعمار يتفلسفون عليهم بالانجليزي وقلت انتميديتد يحسون بالضعف يحاولون يمثلون انهم فاهمين. يا اخي ترى الناس داجه انا دائما احاول افهم الطالب بس الناس ما تقتنع. يا اخي اذا كان الموضوع يهمك اقتنع باني امام خاصه في السعوديه هي انه غلط وابحثها تجد انه لازم تتاكد اول تصور انه مو بغلط انه كويس في احسن منه. طيب خلينا ننتقل فانا اللي اثار الموضوع عندي يوم عرفت انهم جالسين يعقبون على اللي اشتروا من عندهم من زمان كان يسلمون في 11 قالوا تعالوا ينفخون عليهم انه يحسبون اعمار والناس ينفخون عليهم يحسبونهم نفسهم فعلا يعني جايين يقولون ترى اذا 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 ما سددتوا الباقي قال ايش جو ضحكوا عليهم الظاهر اني كتبتها عندك في المقال قال انه ضحكوا عليكم حتى خليني اكملها هذه ذكرتها ونسيتها السبب هم جو قبل التسليم بخمسة شهور ثلاثة شهور يبون دفعه لا قالوا احنا بنستاجرها منكم وقت طبعا جيت تقدر تدفع تسليم الشقه بل يعد تسلم دفعتين وتروح طبعا انا ما لي شيء فيها زوجتي لها يتامى ماسكه فلوس يتامى مو بلا حتى عشان لا احد يقول بعد ليش ما قلت ما قلت هكذا عرفته كيف يعرف طيب يا اخي لازم في سبب يحركه صح ولا لا؟ يتامى ماسك موضوع يتامى ويهموهم قبل مو بفلوس يتامى فلوس يتامى المفروض تسدد بس قبل التسديد يعني ثلاثة شهور كذا قال احنا مستأجرها منكم سنتين معناه ما هي بجاهزة أصلا لا إيهام لأنها جاهزت كيف ترسل لي إيجار وهي ما جهزت طبعا ويبقى يخمخمهم بعد في الكلام وفي التليفونات ركدوهم أكثر اللي يشترون هناك ما حد فاضي أي فعاد بعد ما مرت 11 و12 و13 و14 و15 و16 سبع ست سنوات خطاب تجد اللهجه فين دفعت الباقيه؟ ما هي مأجره هي انتم تأجروها قال ابد ما تو تتخلص نسلمكم اياها يلا تجوا ناخذها عليكم ونعطيكم ال 30% من وين 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 عاد هذا كتبته عندك عاد تصور عليهم واحده انا عارفها واتكلم مع ما كنت ادري انه مع المجموعه اللي اشتغلت معنا في ايش؟ عشان كذا ما تكلمت انا ساكت الان في قلبي يعني الموضوع ساكت اثر طلع الرجال هو رئيسهم يعني هو تقريبا هو المسؤول هو اللي كان يعني الصله بينه وبين الرجل الفاضل قلت انت معهم الان؟ قلت انا يعني اتفكر ما عاد ارسلت له مسج الحين انت كنت معهم وعارف اللي صار اقل شيء استحي قل جيب حتى مين قاعد انصح ايش يسوي فيه لان بيضحكون عليهم طرق كيف يسويها وكيف يفعل بها اوضح انه اللي ياخذ الفكره اللي ما يجي بنفسه ما يعرف يدافع عنها لانك انت اي طرح تجيبه جديد او كويس ترى كل الناس بتحاول تخربه اذا انت ما انت بواثق من نفسك ولا يكون طرحك هو انت وطرحك يطرح انت نفسك وعارف وفي اصلا في راسك ألف مدخل عليه وإذا متحديه في راسك تحديته ورد بس اثناء الكتابه او اثناء هذا ما يمدي
إذا مو أنت بنفسك تقوم به يفشل اللي ماخذه منك. فيمشي عرفت أنهم هم اللي ماسكينه كده جل العملية منتهية. العملية الحين ما انتبهتوا للمينا ولا انتبهتوا للدراسة ولا انتبهتوا للتعهد والآن تبنوا المية بينجح. وحتى كان بيرد علي في نفس اليوم واحد اسمه كامل من صالح كامل ولا غير اسمه الإدارة والله ما منه قال له اليوم يرد. قلت من الحلال رد يا حبيبي أهلا وسهلا إياك ترد مش بترد. قال عطنا شو الرد يبغى حد الرد عطيه هي شو ترد أما بالنسبة إيجار كذا وكذا وكذا وأما بالنسبة كذا. قال مسكتوا قفل الموضوع خلاص. ولا كان شاب في هذا كامل هو صالح ما امسك ما احفظ اسماء طيب. اي ف مدوا والله ولا يفتحون فمهم. شو انا لم اكتب مره حد يرد علي لاني انا ما اكتب الا شيء مثبته ما اكتب يعني عندك كل اوراق والوثائق ولا ولا, ولا, ولا ولا هرج وتحليلات ولا عندي اجان واجد هاي ما لا اول ما لها اخ لكن ما في شيء عارف ما انسحب لا في الدين لا في الاتصال لا في الدو ما اكتب الا في شيء عارفه ومثبت مو غير عارفه اللي عندك عندك منتج يعني اي عارف اوكي ولو شكله ما حد يرد علي حتى ابو الشهر يقول كل الناس يقولون لا انت ما حد يرد علي ليش ما يرد علي. طيب دكتور الان يعني بحكم متابعتك لماكنزي كيف تنظر الى يعني رؤاهم وخططهم في المنطقه؟ المنطقه ما ادري عنها لكن ماكنزي ما جابت شيء الظاهر بسببها طف شاشه تويتر ذكرتني صحيح هو سبب طلعك من تويتر ماكنزي؟ ما ادري ابغى اشوف شيء لانه يعني هو ماكنزي عارف ايش سوت كيف خدعتنا في اعمار يعني كانت مع اعمار هي بلا شك مصالحها مع اعمار يعني كانت تجربتها الاولى في المدن الاقتصاديه يعني لا لا لا, لا يعني يعني اول شيء واضح كانت خيانه كانت في يعني ما كان مستشار امين ماكنزي خانت المملكه في موضوع المدن الاقتصاديه وكتبت كتابه ولا حد يسالني شيء ولا حد تعال يا حمزه بن سالم شوف عندك شيء مثبت لانه حتى يوصل الخبر المسؤول الكبير ولا شيء يلفونه خلع عن هذا الخبر خلع والانسان النفس في نفسه يميل الى تجنب المواجهه يعني زي هذا رئيس مجلس اداره الاعمار ان كان صالح كامل والله ما ادري كان انا لقيت كلمه كامل طيب يقول نادوا حمزه بن سالم لكن هو يبدا يصير نفسه ميال ان تسمع ايش؟ اي حاجه يبعد عنه لانه ما وده بعد يقول احنا وطنيين في هذول كل ما اشتغلنا لعب وكفاج ما وده يواجه الحقيقه انا ما عمره احد نادى ولا احد كلمني ولا احد رد علي يعني واحد سفهاء من ما لهم اعتبار شيء اخر لا في الدين ولا في غيره فالشاهد انهم خانتهم كيف؟ يعني ماكنزي يعني ليست مؤهله لانها تقدم رؤيه لا اخي ماكنزي اللي عندنا في السعوديه من هم؟ هم الذين ما يستطيع يشتغل في امريكا لا يستطيع ان يعمل في امريكا وان عمل دفع انما قبلوه عشان عربي لغته عربيه وكذا قالوا يلا خلنا نوديك عند الايست اللغه العربيه حقته هي اللي ايش؟ المقياس وليس الكفاءة لفه وش يسوون عندنا؟ لا يأتون بجديد يا شيخ صندوق سيادي يا أخي إيش بتسوي الأحسن من اللي طول حياتهم جالسين يبايعون؟ أنت لم تأتي بجديد إذا لم يكن عندك شيء جديد تأخذ الزبدة ترى عندي أشياء جديدة حتى صندوق سيادي عندي أشياء جديدة بس يعني ماكنزي اللي اعطوه ريسايكلينج دراساتهم القديمه واعطوه المملكه ولا تصلح لنا اصلا مثلا كيف تطب دراسه في زي كوريا بعد ما بعد الحرب العالميه الثانيه طبعا امريكا كانت هي محتلتها وكانت يعني موقف الجنرال الامريكي قال انا ما اعتقد ان كوريا ستقوم ابدا لانه لا عقل ما عندهم بنيه يعني علم فلاحين ولا بنيه تحتيه ولا شيء يقول حتى في رسالته كتب انه لا 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 تتعبون نفسكم فيها يوم بدأوا طبعا كانوا ماكنزي وشلته كوريا شافوا نفسهم هذا ما يناسبهم ترى حتى النظام يعني خلوه دكتاتوري عسكري وزعلت امريكا وطلعت من كوريا وحرر الحدود قال احنا نعرف ربعنا نعرف كيف نديرها عمدوا المصانع الكبار اللي صار في كوريا ما يصلح لنا احنا كذلك احنا زي الكوريين نعرف نمشي كذا ومصنع والناس تمشي ما نعرف لكل ناس لهم ثقتهم يجب ان تبدع لا تاتي بنفس ما اتى الناس يعني الاختلاف الثقافي واحد من الاسباب اللي يعني خلت إيه ماكنزي وبعدين لا تاخذ شيء استهلك من يعني امريكا قائمه على الاختراع تخترع الشيء فتاخذ اموال الدنيا كلها ثم من اللي يطوره ويحسنه اوروبيين واليابانيين
وبعدين يصنعونها الصينيين وحنا والناس تستهلك. لكن اذا بتوقف يعني اختراع توقف العالم كله، الاختراع كله من امريكا ياتي. الزبده كلها في انك تخترع شيء جديد، ان تاتي بشيء جديد، شيء يناسبك انت وعرف مقدراتك، عقليه شعبك، عرف وضعك، عرف سياستك، عرف كذا. ما ابدا هذول جابوا اشياء يعني اساسيه نظريه، طبعا نظريه تظهر هو كل شيء تخطيط، لا جابوه شيء مطبق مجمعينه يعني very basic things، جمعوا جمعوا عاد الفلسفه وكلمتين انجليزي ولفوا دوران وانتهى. واضح يا شيخ انه غير قابل للتطبيق. ابرز ملاحظاتك يا دكتور على الرؤيه ما غير قابل للتطبيق، مستحيل التطبيق. تطبق كيف تطبق اصلا؟ لا يكفي انه العامل البشري غير موجود، يحتاج عامل بشري يعقوب. بس وين الفقرات المستحيل تطبيقها يا دكتور في رايك؟ انت عطني شيء فيها يمكن تطبق، حتى اللي سووه اللاب ما اللاب تكلم عنه يعني. أشياء كلها صورية زي التوظيف، توظيف السعوديين، يضغطون السعوديين يلا بس مجرد راتب مو مؤهل. يعني فكرة الضرائب الآن اللي تفرض والرسوم بناء على موضوع الرؤية، الضرائب يعني مرتبطة بالرؤية دكتور. أسهل شيء يسوونها، العجيب يعرفون يستخدمونها في الضرائب. يعني الضرائب والرسوم هذه سووها ليش؟ يعني أسهل شيء يسوونها عليهم. طيب ممكن نفس تستخدم في إعانات. يعني كتبت كم مرة في 12 خط يعني انك تشيل اعلانات صح وتعيدها مرة ثانية للناس، كتبتها بس حتى يعني حتى سهلة نظاميا عن طريق التأمينات الاجتماعية، كتبتها كلها في المقالة كم مرة حتى ما اعرف يغشونها بعد. غشها يا اخي حق الكهرباء ذا ولا الثاني ولا غشها يا اخي غش ما يعني هو واحد غشها وعرضها بس ما اعرف يدافع عنها. يا شيخ هم سهل عليهم يضعون ضرائب، انا لاحظت ان في اتجاه يخلط. ليش؟ يا احنا في غنى عن الضرائب. الضرائب لها تبعيات واجد، ما هي بالسهوله هذه. على اي حال احنا في غنى عنها. يعني ممكن تنفيذ هذه الرؤيه دون فرض ضرائب على المواطن؟ ليش حطيت الرؤيه كلها في الضرائب؟ الرؤيه اكبر من الضرائب، الضرائب جزء منها، ما في الا الضرائب يطبقونها. يعني الرؤيه دكتور اكبر من ان تطبق في المملكه؟ لا ما هي اكبر. او انها غير متوت، هي افلاطونيه. يعني ولا تصح احنا اصلا ما في شيء يعني، لا في ناس يوصل بشر، ما في بشر، عقليات ما في، ولا في عندنا الفلوس نسبتها. يعني مجرد شوف تسليه 5 سنوات، حتى تشوف الاقتراض الاجنبي، حتى كل هذا عباره عن تسليه 5 سنوات وبعدين كراش. تعرف روسيا ايش الفرق بين الروس والصين؟ الروس ما اعترفوا بالخطأ الاشتراكية، سكتوا ظلوا ينخر. الصين اعترفوا بها من أول من السبعينات ترى، وبدأوا بشويش شوي يصلحون على قد كم يقولون الصينيين من اشتراكية ومن حياة رأسمالية في حدود. ويا الآن شوف خطوة، ما استعجلوا، عندهم وقت والآن استطاعوا يوصلون. الروس لا عارف زي احنا نعاند، ظلوا كم سنة كذا وبعدين فجأة طاحت. وحنا هذا عين نسوي اقتراض من برا. ليش تقترض من برا يا حبيبي؟ أنا اقترض أهم جرعة تسكيت الناس، وليش 10 مليارات؟ 10 مليارات ما هي بشيء. إحنا يعني تلاحظ كل العمل مجرد إيش؟ تزيين كل شيء، سياسات، ما أشياء ثانية نجيبها، كل عبارة عليك عن 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 الصندوق السيادي يا دكتور. إيش فيه؟ أنت ما جبت شيء جديد يا حبيبي. أنت بتدخل مع يحسبون السوق السعودي ضاربون فيه كلها لعب في لعب. يا اخي كيف بتخش مع اذا ما عندك او في فكره تعيين ايضا مسؤول اجنبي يتولى الصندوق السيادي؟ طيب وش هم كلهم اجانب برا يا اخي؟ بس يعني هذا حتى لو اشتروه باعك على اي حال. اذا ما عندك شيء جديد، تعال فكره ما عندك شيء جديد لهم. بس هي فكره الصندوق السيادي دكتور ما راح تكون عائد مهم للاقتصاد السعودي. ليش؟ مين قال انه عائد؟ ليش يكون خساره؟ بس وضحها لنا بتبسيط، يعني لماذا يكون الصندوق الحين انت لما تستثمرون في صندوق، انت تستثمر في صندوق دولي ولا شيء، قد تربح قد تخسر صح؟ هل حد يبيع دجاجة بيض ذهب على اساس ياخذ؟ اللي تقصد موضوع ارامكو، تخصيص ارامكو او تخصيص ارامكو، هذا عجيبا عجائب. هذا تعتقد انه ممكن يتم او انه يعني ما ادري والله. هو طبعا شوف انا لا اؤمن بان شيء يقال ينفذ كله، يعني جاء التنفيذ. شوف يا شيخ لانه الذي يردد الكلام عندك، شوف لا وزير لا مسؤول، لا كل ما يرددون كلام ما هو كلامهم، ما تبنوه من معرفه ومن معرفه خلفياتهم، لذا ما يستطيعون يدافعون عنها، لذا ما تمشي المشاريع. اذا انت بنفسك ما انت بعارف ليش
ومن فين جت ومن فين كذا، اصلا ما تمشي اي شيء حتى لو انا مقتنع، مقتنع بالفكره ومقتنع الحقيقه، كان مقتنع 100% في الافكار هذه. لكن خلينا دكتور في فقره تخصيص ارامكو، تعتقد انه ما راح يكون لها فائده اقتصاديه للمملكه؟ يا اخي انا اعطيك، او انه مغامره. انت شفت احد يبيع دجاج بالذهب ياخذ ذهب يبحث لاس فيغاس يقامر؟ لكن في مبدا دكتور انه بحكايه تخصيصها ممكن تعزيز مبدا الحوكمه والشفافيه والله والقضاء على الفساد. والله يا اخي ما هل ممكن يكون هناك بديل اخر؟ الحوكمه هذه القضاء على الفساد في الشركات عندنا ما قضت عليه، هذا شركات فاسده ومن افسد شيء. يعني ممكن يكون هناك بحث عن الفرق بديل، ما بين الدوله وما بين الشركات. الشركات عايشه على الدوله، على ابليسهم، خلي الدوله تبعد عنهم، كراش كلهم اي شيء. يعني ممكن البحث عن بديل موضوع رقابه حكوميه بدل تخصيص ممكن يؤدي لنفس الغرض؟ ما فهمت عليك. يعني رقابه على موضوع الفساد والحوكمه يا شيخ. من 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 لها ترى يا شيخ؟ موضوع صعب يعني، مو معقد، سهل. ما في رجال، اقل شيء ما في عقول، ما في عقول ما في... وحتى تضع واحد هذا يقول خبير، لكنه يا اخي ما يعرف يقود رجال. القياده وش كيف تختار رجال وكيف تقودهم؟ قيادة رجال صعبه، لانه يصير بينهم نزاع، يصير بينهم كذا، وكيف تختار وكيف تقيم كلام، تقيم هذا كلام قاعد يتكلم كلام حافظه ولا هو عارف وراه ولا ايش فاهم، اوباما ايش فاهم كذا ايش فاهم، لكنه قدر التمييز. هذا القياده. وليش قاعد يصير اجل قاده الجيوش وقاده الدول؟ هم سووا اشياء ما سووا، سووا ناس تحتهم، بس عرفوا من يختار وعرفوا كيف يميزون بين بين الاقوال. طيب تتوقع يا دكتور هيئه الاحصاءات يعني كانت ارقامها غير دقيقه اللي بنت عليها ماكنزي دراسات؟ ماكنزي ما بنت ولا على دراسه ولا على ارقام ولا شيء، الارقام كلها تاخذها وتحط زينه. ما انت مقدمين يعني معنى كيان تقدم شيء. اسمح لي يا دكتور، الان كيان اقتصادي يعني معروف عالميا مثل ماكنزي، تعتقد انه يستسهل عمليه الدراسات للدول؟ هل انت تؤمن بانه امريكي ياتي عندك جالس في بلد العرب وفي وعنده فرصه يعيش في امريكا؟ انا اذكر اول ما جيت من امريكا كنت مغفل. بس يعني هل هذا السبب دكتور؟ يعني اكلم بروفيسور عندي يجي يدرس، قال انت من جدك؟ انت عاقل؟ شيخ اصلا ما يجي واحد عندك فاهم. هذه واحده بنشوفهم يا اخي، كلهم على قولهم يعني اصلا ما اصلا يقبلوك بشرط تروح ميدل ايست. مين يروح ميدل ايست؟ لا يعني ماكنزي دكتور يعني تعتقد انه يعني غير مؤهل للقيام باصلاحات اقتصاديه؟ يا اخي اول شيء يكفي خيالته في اعمارها المثبته، تكفي هذه الحاله. بس انت دكتور تكلم على مبدا عام انه هي غير كفؤه، او تقصد انه يا اخي ما ياتون بجديد يا اخي. لم يسوون على قولهم ترهيم، لم يسوون اقل شيء يحاولون يشوفون الوضع عندنا وشو، زي ما هو مكتوب في الاكاديميات، زي ما تلقاه في الانترنت، خذ من الانترنت وحط يعني كلام رومانسي. اللهم اخذوا الارقام حطوها بس. هل هذا في المنطقه فقط او في دول العالم كلها؟ دور ماكنزي في العالم. امريكا ما يسوون كذا، امريكا في امريكا منافسه قويه طبعا. لذا اللي في امريكا هناك ما يتنازع صحيح. يا اخي جرين سبان يوم جاء عندنا وسالوه عن التعويم عن الربط، قال لا تعومون احسن، ما كلف نفسه حتى يقول ايش الاسباب او انه احنا ما ينفع التعويم. انا اذكرها في جده، ما يكلفون نفسه ما أتأل. طيب خلينا نتكلم عن موضوع السندات، لماذا تصدر الدولة سندات؟ عندنا ولا في غيرها؟ عندنا تقليد، قال لهم الأجنبي يسوون ما يحتاجون. المملكة ما تحتاج سندات. شوف يا شيخ، الدولة أتمنى دكتور بطريقة مبسطة بحيث أن المتابع يفهم الموضوع. أنا صار عندي يأس. خلينا نحاول. طيب ليس الدول اللي تصدر سندات عاده ولا السعوديه؟ السعوديه. خلينا نبدا موضوع الحاله السعوديه يعني. الحاله السعوديه يقول والله البترول ما يكفينا فنبغى ايش؟ نتسلف. لانه الميزانيه اللي صرف الحكومه شوف الميزانيه السعوديه تساوي عرض النقود، يعني كل شوف ايش عرض النقود؟ كل الفلوس اللي تروح تجي اذا حسبتها محسوبه كم هي؟ تراها مقدار الميزانيه، يعني احيانا تزيد واحيانا تنقص، هي نفس المقدار الذي يخرج برا. معناها كل ما تقدمه الدوله تراها، يعني الاقتصاد كله عايش على هالدوله بطريق او باخر، هذا معناها. الشيء الثاني يثبت ذلك خروج ايش؟ خروج الاموال. الذي يخرج من الاموال جمعتها كلها بالضبط، سواء بالاستيراد سواء بكل شيء،
والميزانيه. شوف ثلاث اشياء متطابقه هذه دائما دائما متطابقه مع بعض. فاول شيء طبعا اقتراض من الداخل هذا له موضوع اخر طبعا، لكن في يعني زي المشروع اللي كنت مقدمه هنا تاخذ اخرى تماما تقلب الدنيا كلها. لكن ليش تقترض؟ اما اقتراض الاجنبي بالذات اللي قاعد يسوونه، اقتراض الاجنبي هو عباره عن زي ما تقول واحد تفرحه اليوم بكيه بكره. لانه صحيح بيعطيك مليون دولار، بياخذها كم؟ بياخذها مليونين يا اخي صح؟ عبر السنوات بيقصك. وانت هل ضمنت بعد كم سنه ايش حتصير؟ انا اضمن لك اذا كان وضعك كذا ما حيكون اسوء بكثير، الا انت يرجع مره ثانيه البترول يرجع مره ثانيه. بس هل نحتاج الى سندات دوليه وداخليه؟ شوف نحن عندنا طرق افضل كثير من طيب الا وهي يا دكتور مثل ايه يعني؟ طيب اول شيء خلينا السندات الدوليه. طيب سندات دوليه، هل انت بالله تصدق ان كل هالرجل اللي صايف الاعلام على 10 مليار دولار؟ عشان شو 10 مليار دولار؟ يعني مكبرين الشغله. انا ما ارى اقتراض الداخل، الله اعلم. طبعا غفله من بعضهم مجرد يمشي، وبعض المستفيد منهم ياخذون عمولات وما عمولات والاقتراض وكذا، وبعضهم طال عمرك يمكن يكون له هدف. والله انا اتوقع ما في هدف منطقي الا واحد، هو يعني يورون الناس ترى احنا ايش ما عندنا دراهم تكيد تسلفنا من برا. ولا انت يا اخي 600 تقارن عندك 600 مليار دولار صح؟ 600 هي حوالي 600 مليار دولار، تروح تسوي هالسجل الاعلامي تقترض 10 مليار كمان. فكر شوي شوف من 600 يعني لها اهداف اخرى ممكن سياسيه، ممكن تسوي حركات في هذا بدون تقترض. يعني هل هذا لكن في الواقع من هل هذا هو السبب؟ ما ادري، ما في منطق الا هذا. وتعلمت انك لا تفكر منطقيا هنا، قد يكون متعودين جاهم جعز كالعاده قال لهم الاجنبي، الاجنبي طبعا يسوي زي بلده قال اقترضوا من برا، قال نقطه بطلوا، هو بياخذ عموله وهذا بياخذ عموله وهذا بياخذ عموله. بس دكتور ما تعتقد في ضائقه اقتصاديه في المملكه بسبب اسعار النفط؟ الا في ضائقتين بعد. طيب كيف يمكن مواجهتها بدون الاستدانه من الداخل او الخارج؟ لو يقضون بس على الفساد ويكفي الحاله. لو هذا موضوع رومانسي يا دكتور. طيب خلينا في الامور يا اخي يسمعون كلام 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 غريب عن غير كلام الاجنبي. اسمع يا اخي احد منهم جاء حتى عندك البنوك، عندك البنوك مثلا شافوا انه في عرض انه ممكن مثلا السكان تقريبا 10% انها ممكن تصير. يعني ما في مدير بنك قال تعال يا ابن سالم ورنا وش عندك. لو في امريكا كانت تقاتلوا علي. ليش؟ لانه هو اصلا مو بدالي يعني داج. طيب واذا اهتم، اذا اهتم هذا اذا التفت على اللي عنده خاصه على البنوك ما يفهمون طبعا باللغه الاقتصاديه عاده، حتى بس مو زي اللي عنده ما يفهمون ابد. طيب شوف مدير بنك عاده لا اداري يعني دور إيه اداري اللي عندنا تو ماتش يدير على اللي عنده اللي حسب انه فاهم يقول له ها لا ما حرام. طيب يسكت لانه مو داري عن السالفه، فهمت علي؟ فيركض خلاص يستدعى يا اخي حتى قياده ما عندك ما عندك. ما جاوبتني دكتور الان كيف ممكن مواجهه العجز دون الاستدانه؟ يا اخي توجيه الصرف في عندك المشروع الجديد هذا اللي كنت متحمس له مره، هذا يعطي اعانات يقلبها الى يعني زي ظاهر هي اعانات دخل للدوله. هو المشكله هي الفكره الاساسيه انك تحفظ الريال السعودي انه يظل قوي يعني ما لا ما يطلع طالما طلع ما لها مشكله، هي مشكله طلوع الريال صح؟ طبعا ما لها مشكله. يعني ممكن كل مشاريع الدوله هاي تقام ترى على فلوس السعودي. يعني انت الان تشتري تليفونين، تشتري من ساعة من شكلها، تشتري خمسة ثياب، تشتري كل فلوس برا طالعة. بس لما يكون عندك فلوس حاطها في سند ما وطريقتها جميلة مو طريقة تقليدية زي أول يدفع لك فائدة لا زي الديسكاونت والأشياء هذه، هتقول هذه تقول والله أنا بحط ال 100 الحين بعد خمس سنوات 150 و 200 تحطها صح؟ في الواقع أنت منعت الفلوس تخرج برا كنت بتسيء. عدم خروج النقد السعودي على الحالة هذا كم؟ هذا مئات المليارات في كل سنة يوفر للدولة. طيب والسندات كلها حركة بسيطة ترى تفكير بس. السندات اللي برا مثلا في أمريكا وفي السندات اللي برا، ليش توصف السندات اللي برا؟ في سندات المملكة في أمريكا موجودة عند سفة الدولة؟ اي في الخزائن يمكن 10 مليار هاي اللي قالوا عنها اختفى تسلفوها على الأقل. تكلم عنها إما إن كان سبب منطقي حقها إشغال يعني
اظهار انه احنا نحتاج فلوس. واللي اتوقع يصير ان ابد ماشيين على مكنزي، والمكنزي ما تدري عن شيء، واشكالهم يعلمونهم لن تستدين. ما حد يقول احنا غير يا شيخ، تعال ايش عندنا شيء جديد. طيب احنا يعني ضد الاستعانه بماكنزي يعني نهائيا للابد. مو بس ماكنزي، كل يعني حتى عدو السعوديين مستشارين اسوء ألف مره. طب من نجيب كائنات فضائيه يا دكتور؟ يا اخي يا اخي ابحث عن العقليات، ابحث عن الهنا، واعرف الحين ان اكثر ما يسبونه ترى هو العاقل. لان شوف يا اخي هذا مو عملي هذا. تعتقد المملكه قادره على الحياه دون نفط؟ لا ابدا الى الان، ولا الا بعد. اصلا ابدا لو تبدا ابدا من العقول، ابدا من الجامعات. يعني ما تعتقد الدكتور رؤيه كرد فعل على مرحله الاستعداد لعالم بلا نفط، مملكه بدون نفط؟ الرؤيه ماكنزي وهذا استخفته. بدل ما الان الاستشاري لا ياتي بخطه، انت تاتي بالخطه، قد تستعين باستشاري هاو تو دو، كيف تسويها يعني، من فين كان يعرف. مثلا زي عندنا في امريكا زي اختبار السات واختبار التوفل واختبار، ترى هذه كلها عباره عن شركات فيهم ناس مفكرين كيف يسوون الحيل. انت تحتاج انك تعلم الدكتور السعودي بالاساس كيف يبدا يشرح بطريقه منطق، كيف يشغل المخ، مو يحفظك بس، لان الدكتور السعودي نفسه ما يفهم. طيب خلينا نقول بس قليل. يعني اعاده بناء الاليه التعليميه في المملكه. اذا ضبطت شو انا ما اتكلم فلسفه، مساله سهله. دقائق خمس ست سعوديين يشوفون على الموضوع، مو اي واحد يشرف عليه. يبداون 10 دكاتره خلال سنه توسع، لان هي مجرد فهم وش السالفه، كيف يكسر. سبحان الله، ترى هي انا قبل 4 سنوات ما كنت افهم شيء يا اخي. قبل 4 سنوات قبل هي ضربت الفقه، ثم جتني دخلت في اللجان هذه، ماسكه الدراسه هذه قلبها من حقت عمار في 1 سكند، عرفت انها كل لعب في لعب. بس لما تكسر الحاجز بانك انت تستطيع تفكر طيب، وانه اللي قدامك مو دائما صحيح، هذا الوضع اللي احنا، اذا دخلت هذا في عقل الدكتور فهمت طريقه معينه 5 10 هذول بدون زي حلقه، والله خلال سنه كنت تشمل مجموعه كبيره من الدكاتره. ثم يدون هذول يدرسون، يصير تدريجهم في الطلبه زي كذا، ممكن تستعين ساعتها بشركه او بكذا كيف، وانت تكون مسؤول، ما تسلمها كل الشغل، ما تفهم هي، ما تفهم ايش ياثر على تفكيرنا احنا، ايش الحال واجز اللي على عقولنا احنا. يا اخي والله خلال 3 سنوات تبدا تتغير الجامعات كلها، يسوون يفكرون ليش؟ ده كلها زخرفه. كلها زخرفه وخرابيط. طيب خلينا يا دكتور، يعني اللقاء السابق لفت الكثير صرخة حمزة السالم، وش كان سببها؟ الحين هادي اليوم صح؟ ايه فيه اليوم العملية ايه رايقة اليوم. كان عندي كنت احمل هم ذيك الايام. الان الغيت الهم خلاص؟ ما ادري يست وانتهى الموضوع. اول كان مشروع ما هو سهل ترى. بعدين قصدي الناس تفهم يا اخي، يعني كان ميزع قيل شوف، كل شيء يفعل في وزارة او في مملكة او في ينزل الى القائد الذي يفعله ما له دور. يعني انا ما اخطيت ولا اخطئ، قائد المؤسسه اللي المسؤول ايوه، ينسب له كل خير وينسب له كل شر. يعني يخطئ واحد عنده قال والله فراس صح، وزير الاسكان مظلوم بس ما هادي عنه والله. انا اتكلم في موضوع التمويل. في ذاك الفتره دعم المعلمين لعله جاء شيء اخر، ولا الان بعد وصلت بعد الحين هذاك توقف المشروع. اتجهت الى مشروع انه سويت موديل 6 شهور، جلست يمكن اجلس في اليوم اكثر من 100 الساعات والله جلسنا اليوم 24 ساعه دكتور. لا 100 ساعه في تخصص 6 شهور او اكثر. والله اني حتى كنت برا، اني والله ما حتى كنت اني اجلس بالايام ما اطلع من الشقه شبر، انا لوحدي. اللي هي وصلنا ما نبغى اي تشريع جديد. يعني شيء في تشريع جديد انساه، لان يعني المشروع كان يبغى تشريعات. اي شيء في طول السنين ما نبغاه. اي فكره تعتمد على فلوس من الحكومه انسى. طيب سوينا هذا فلا هي جاهزه، هذا بالنسبه لها جاهزه وتنتظر التطبيق. يعني على وقت ما يامر فيها هي جاهزه. يعني الان هدوء حمزه السالم ياس والله يس. انا خلاص يعني والله فقدت الامل. انا خلاص يعني كل هم من الله هدوء خلاص للبيت رب يحميه. طيب دكتور سعدنا في لقائك. حياك الله، يا اهلا وسهلا. الى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، الى اللقاء.